بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر زي سيتي على حسن الاستضافة. أولا في إطار الأعمال الاجتماعية قامت كل من جمعية ناس الخير مرشاة للتنمية المستدامة في شخص رئيسها بالعيد العامري، وجمعية الرتاع للتكافل الاجتماعي في شخص رئيسها خالد عنوري، وجمعية مدينتي للرياضة والتنمية في شخص رئيسها عبد ربه الضعيف ناشط طارق، وذلك بشراكة مع جماعة زايو وجماعة أولاد ستوت بتنظيم حملة إعذار جماعي استفاد منه 42 طفلا من جميع أحياء وضواحي المدينة يومه الأحد 13 مايو 2018 ابتداء من الساعة 9 صباحا بمركز فضاء التربية والتكوين مرشال. وهذه العملية كانت تحت إشراف طاقم طبي أشرف عليه كل من الطاقم الطبي من مدينة الناظور، الطبيب سعيد فولكو والطبيب مصطفى كاشا، بالإضافة إلى العيد المكاوي الطبيب سابقا من مدينة زايو. الحملة هذه الحملة لاقت استحسان كل المستفيدين، ولاقت استحسان أيضا آباء وأمهات الأطفال. ومن هذا المنبر نشكر كل من ساهم في هذه العملية من محسنين، ونشكر أيضا الجمعيات الثلاث، اللجنة المنظمة التي سهرت على تنظيم هذه العملية الإعذار من البداية إلى النهاية، وكانت هذه العملية ناجحة بكل المقاييس. كما لا يفوتنا أن نشكر السلطة المحلية ورجال الأمن والوقاية المدنية الذين هم أيضا سهروا على استتباب الأمن والنظام. كما لا يفوتنا أن نقدم الشكر الجزيل إلى الدكتورة جهاد العموري التي يعني ساهمت في المقر ديالها للتحاليل الأطفال، نشكرها الشكر الجزيل. كما لا يفوتنا أن نشكر زيو سيتي الموقع المحبوب لدى الساكنة، والذي يهتم بجميع الأنشطة سواء منها الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، نشكره الشكر الجزيل للأخ سعد جليل بكوري وسيد الرئيس موقع زيو سيتي سي مصطفى الوردي، وكل الساهرين على تغطية كل ما يقع في المدينة، نشكرهم الشكر الجزيل وشكرا.